السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد اذنك بس عايزين نسالك في امر كده. اتفضل. منذ عده ايام كده في شاب نصراني خرج على موقع التواصل الاجتماعي وسب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أساء إلي في منشوراتي. نعم، اللهم صل على رسول الله. هو شاب نصراني. كافر يعني. أساء للنبي، ألا يجوز القصاص منه يا شيخنا ولا؟ والله المفروض الدولة تقتص منه. يعني هل يجب إعدامه؟ الدولة تقوم بكده، الدولة تستدعيه وتحاكمه. الدولة ساكتة ليه؟ يعني لو أن أحدا من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.